الغربية كانت غاية الشبيبة والمولودية في درب يماغورايا. بدون مقدمات دخلت شبيبة بجاية أجواء المباراة وخلقت أول فرصة مع حلول الدقيقة الرابعة. بعدها بدقيقتين عمر أدرار ضيع وجها لوجه. الشبيبة وصلت الضغط وبنفولة سدد بقوة لكن تسديدته افتقدت للدقة اللازمة. أجمل وأخطر كرة في الشوط الأول كان خلفها أزموم وليد، وبحركة مقصية كرته ارتطمت بالقائم في الدقيقة 33. المولودية ردت في آخر ردهات الفصل الأول بواسطة بنظيف الذي فوت على الفريق الأخضر أخذ الأسبقية. في الشوط الثاني الشبيبة وصلت نواياها الهجومية وافتقدت للمسة الأخيرة عن طريق نفس اللاعب أزموم وليد، ذات اللاعب والذي أزعج دفاع المولودية في وضعية مناسبة وبرأسية لكن العارضة اعترضت الهدف. المولودية ردت عن طريق المهاجم بنظيف الذي تفنن في مراوغة الحارس دون أن تسلك كرته طريق الشباك. الدقيقة 74 حملت الخبر السعيد للفرقة الحمراء، وبعد ركنية منفذة بإحكام شوشي سمير يضع الشبيبة في المقدمة، هدف احتجت عليه كثيرا عناصر المولودية. آخر محاولات أصحاب الزي الأخضر والأسود لم تأتي بالجديد رغم خطورتها، ليعلن الحكم ثوابتي نهاية درب مدينة بجاية بتفوق الشبيبة